أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع وأهلا بالأنقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال. عندنا تنسيقات عصرية جديدة وأنيقة، فإذا كنتي مهتمة بموضوع الموضة ما عليك إلا تشتركي في القناة وفعلي جرس التنبيهات، هكا باش يوصلك كل جديد اللي كنحط في القناة. فكما كتشوفوا معايا هنا عندنا واحد القطعة اللي هي متميزة وأنيقة كما كتشوفوها معايا، كيفاش مخدومة الطريقة ديالها اللي هي رائعة وأنيقة بالنسبة للمحجبات. هاد النوعية ديال اللباس اللي كيجي مريح في اللبسة كما كتشوفوا معايا، فلا فيديو كيقرب لكم أكثر لبسة كيف دايره. ومشيو هاد النوعية هذا تاهو كذلك كيف داير في اللبسة كيجي مريح، فكما كتشوفوا معايا متكون تقريبا من 3 ديال القطع، وهذا اللي جا رائع باللوينات اللي هي صيفية كما كتشوفوا معايا، وهذا كذلك كما كتشوفوا معايا فهو اللوينات صيفية. كل هاد التنسيقات كاملة تقريبا مريحة في اللبسة. نمشيو هاد النوعية هذا ديال اللباس اللي كيجي رائع، فهو لونسومبل من نفس اللون، وانا درت معاه الساك والصبابات يعني في نفس اللون. وهذا الفستان كما كتشوفوا معايا في اللون الاخضر الملكي جاي رائع، ودرت معاه الساك في البيج ومع الفولار في البيج كذلك. وهذه تنسيقة أخرى ولا قطعة أخرى تاهي متميزة في اللون الأخضر، وهاد النوعية هذه كما كتشوفوها معايا كذلك كي جاية بالتنورة رائعة كذلك، واحد الخياطة اللي هي غزالة كما كتشوفوها معايا. وهنا بالنسبة للتنسيق ديال اللون الأخضر ولا الزيتي، أنا شمن لون غادي نقدروا نلبسوه معاه، فهذه جميع الألوان اللي كتجي معاه في الموضة. فبعض المرات كتكون عندنا شي قطعة في هذا اللون هذا وكنبغيو نعرفو الى لون نقدروا نلبسو معاه. وهنايا هاد القطعة هذه اللي جاية متميزة كما كتشوفوها معايا مقبوطة في اليدين هنايا، وفيها لا سانتور وفصالة ديالها غزالة كما كتشوفوها معايا، كتحمق صراحة ما شاء الله ومريحة في اللبسة ديالها. وهنا كاع اللوينات تقريبا اللي تقدروا تفصلوا في هذه اللبسه هذه، اللوينات كلها غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الكتفات كيفاش مخدومين كذلك، وهذه نوعيه اخرى ديال اللبسه ديال هذا النوع هذا بالنسبه للسيدات المحجبات اللي كيبغوا قطع مختلفه ديال هاد اللبسة اللي كيكونوا مريحين في اللبسة ديالهم. فكما كتشوفوها معايا مقبوطة هنايا عند لا سانتور، مقبوطة في اليدين وجاية غزال ما شاء الله في الخياطة ديالها في الفصلة ديالها. فلا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسة هادي. البنات كاع اللي عندها شي شوميز انا مشجر وبحال هكا فيها هكا لهاد الخدمه هادي، اجي تشوفوا معايا معاش غادي تلبسي، شوفوا معايا فلا فيديونا كيوضح لكم معايش تقدري تلبسي هاد الشوميز هادي. ومشيو البنات لهاد الشوميز هادي اللي كاينه في هاد اللون هذا اللي تقدري تلبسيها مع بنطلون في البيض، ولبسيها مع هاد كيما دارت هادي تقدر تلبسيها مع هاد البنطلون ومع البيول في لا ميم كولور. وهنا تقدري تلبسيها مع كذلك مع بنطلون بالبيج وفولار كذلك بالبيج، ومعنا هاد اللبسه هادي هاد الكسيوه هادي كما كتشوفوها معايا درتها مع الفولار زيتي، وكذلك هاد الكسيوه هادي فهادو كلهم كسيوات صيفيين. انا تقدر تاخذوا افكار، تقدر شي وحده تبغي تفصل شي كسيوه للصيف هكا من هاد الفيديو هذا تقدر تاخذوا افكار ديال اللوينات. وهاد الفيديو هذا كما كتشوفوا معايا هنايا معاش نقدروا نلبسوا هاد اللون الزيتي هذا، هادو كاع لي كولور اللي مطروحين اللي تقدر تلبسيه معاهم. وهنا بالنسبه للون الاخضر هو اللي دارج في الموضه، هانتوما
نقدروا نشوفوا لي كلو هنا اللي كيجيو مع هذا اللون الاخضر. هذا الفيديو هذا كيوضح لكم اكثر الالوان اللي كتجي مناسبه ومواتيه مع اللون الاخضر. نمشيو هذه اللبسه هذه اللي متكونه من قطعتين مطلوره مع شوميز قصيره كما كتشوفوا هنا باللون الابيض. شوفوا معايا مخبوطه في لاسانتور. وهذه اللبسه هذه واللحيه العبايه هذه اللي جايه مخبوطه في عند الكمينات وفيها لاسانتور اللي طويله ومخبوطه هنا في لاسانتور ديالها في السميطه ديالها كما كتشوفوا معايا في سلطه كبيره كيجي في لبسه غزاله. هنا الفيديو كيقربكم اكثر للبسه كيفاش مفصله كيفاش مخدومه. وهذا كذلك لونسومبل كيفاش مخدوم. شوفوا معايا اللوينات، شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالو. شوفوا معايا هاد الشوميز هادي معايا لبساتها وكذلك هادي. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها، شوفوا معايا في صالتها كيف دايره كذلك. لبساتها شوفوا انا درت مع الفولار ابيض وفي والبنطلون في لا ميم كولور ديال لا شوميز. وهذه كسوه بالنسبه للكسوات مريحين بالنسبه للصيف. نمشيو لهذا فهنا كتوضح لكم اللي عندها جوج قطع يعني السروال في البيج والبول في الابيض، فممكن تلبسيه مع بزاف ديال الحوايج. انا لبسته مع لا شوميز بيضاء مع هاد الفولار هذا فهاد لا كولور، وهنا لا شوميز بيضاء اللي هي طويله جايه طويله. فانا لبستها مع لا شوميز في الموف بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللون هذا، وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا في هاد الموطارد الكتريك حتى هو. شوفوا معايا يعني ها لو بونطالون وعندها غير جوج قطعتين ديال لو بونطالون في البيج مع لا بيول بيض. شوفوا معايا اش لبستها مع بزاف ديال القطع. فكنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ما تخرجش ليا بالضغط على زر اعجاب، ديروا لي لايك البنات. فهلا فيديو كيحتاج منكم بزاف ديال اللايكات هكا باش يوتيوب تطلعوا اكثر. العدد ديالهم كبير باش مع محركات البحث ديال يوتيوب كتطلع على فيديو هكا باش تساعدوا هاد القناه هادي. فهنا شوفوا معايا هاد التنسيقات ديال اللباس، يعني راه ممكن تلبسيه بهاد الطريقه ممكن تلبسيه بهاد الطريقه اخرى كذلك. شوفوا معايا الفولار طريقه اللباس. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا